ما دامنا نحكيو احنا على القرارات، مثلا هناك اصوات كما دكتور زكريا بوغرا يدعو الى فرض الحجر الصحي الشامل، ويقول انه العوده الدراسيه في الوقت هذايا يوصفها بالهبال، جنون تام، يقول لك انك ترجعهم توا، ويقول حتى انه قرار رفع الحجر الصحي الاجباري على اللي جاونا من الخارج كان خطا فادح وكان وراء تفشي الفيروس. ينجم يكون حل انك تعاود تفرض الحجر الصحي الشامل على العباد الكل، انك تاجل العوده المدرسيه. تو هي المشكل باش ما نعاودش قالت محاوله ومجدولين حتى انت، معناها العنصر الاساسي في انتشار العدوى هو الانسان. لازم وقت يتحرك ينشر، يقعد في داره ينكر، معناها هذا مش نبسط الامور انا فهمتني. تبقى شو احنا توا في تونس امكانياتنا وكذا، اذا امريكا واذا الدول العظمى مع روسيا ما نجموش معناها يتغلبوا على هذا الشبح، انه هو شبح الفيروس، انه هو شبح اول شيء، وفما تطور سريع من البوزيتيف ولي نيجاتيف، من نيجاتيف ولي بوزيتيف. تبقى احنا في تونس معناها تعقلوا وقتها سي عبد الكريم مكي قال لنا الفيروس جاته جلطه قلبيه وقتها، ونعرف شنو هو الفيروس جاته جلطه، اي جاته وقتها جلطه قلبيه، واحنا ربحناه وكذا، وكل الامور اللي صارت الموسيقى والترومبيته. باهي خويا احنا توا شنو اللي قاعدين عاملين؟ قاعدين دون لو ديكلاراتيف، ما معنى الناس الكل توصف في الفيروس، الاعلان على الارقام، التنبيه، الدعوه، هذو ما همش سو سون با دي مويان، ما همش دي سو سون با دي جيست باريه. تفضل. باهي والله انا عندي ملاحظه كابتن، احنا توا من قبيله هذا دورنا دايوغ، وجبنا ندعيو لانه شويه وعي، شويه نحسوا بالارقام هذيا، نحاولوا نتقيدوا باللي قاعدين تقولهم فيه وزاره الصحه، منظمه الصحه العالميه، اللي يتقال على لسان الاطباء ايضا حتى في البلاتوات التلفزيه ولا الاذاعيه. والصورة اللي شفناها في البرلمان أثناء جلسة ملح الثقة، الناس كل تبوس تعنق، مكتسين فوق بعضهم، القراب لبعضهم، وشفناهم ممن ومالوغوزمون ممن يدعو إلى الوعي، هو أول من خرق هذا الوعي. شو يعطيك الصحة في الصورة هذيك باش يوريك، يعطيك أن هذا المجتمع بكله بسياسي بكله غير واعي. احنا عندي صحاب يقول يا ودي البس الماسك، البس، يقول لي سي خالد في مكتوبي ولا في الكهرباء، يا ودي شريته باش تحطه مش في المكتب. لا وعي، ماذا تترقبون من مواطن اللي لا يحترم البيئة، اللي يلوح، سامحوني قولها أنا كما قلت، زبلة في كل مكان، ونعرشون لا وعي جماعي في هذا البلد. زد على ذلك وعطيك الصحة في الصورة ذي انت معناها سي ممثلي الشعب سي نوردين البحيري، نوردين البحيري ورئيس يبوست في شمل رئيس الحكومة الجديد. تو من ناحية شو تو من ناحية يقولون ردوا بالكم ونعرشون، ومن ناحية تلقى فيستيفال دو كارتاج فوق بعضها، من ناحية تلقى العروسات يفسرونا خويا يفسرونا. دونك وحاجة أخرى شو هالكونفينمون راهو أنساه في العالم أجمع، انتهى توا الناس الكل، توا الناس الكل وأنهي وأختم، توا الناس الكل ونعاود نقولها، يقول لك ليكونومي أو لا في، دون الناس الكل مشات ليكونومي يكذب عليك. لا وحتى وجوستومون الناس عاشت التجربة هذه، عاشت التجربة هذه، شافت اللي جيوبها فرغت كاريمون، شافت حتى اللهفة، وإنه كل شيء بدا تلمو الناس خايفة وتحط تحب تكدس القضية في ديارها على بعضها وكل شيء، شافت انقطاع المواد حتى المواد الأولية الأساسية كما السميد والفرينة، كلامك صحيح خولة. يقول لك أنا مانيش مستعد باش نعاود السيناريو هذا، واللي هو توا أي فوالا ميرسي أمينة، فوالا ميرسي أمينة أبو غنجة. هذوكم تعرف شو يخرجوا ويقولوا هذوكم شو يقولوا ممنوع البوس، هما يقولوا ممنوع البوس وممنوع اللمس، وتلقاهم كيفاش تحب المواطن انت وقتها في اعلى مستوى ماهوش واعي، في اعلى مستوى للي ماهوش اي بيته. فقط للمستمعين اللي قاعدين في كرهب وماهوش فاهمين شنو هي الصوره، هي صوره بوس وعناق ما بين رئيس الحكومه المتخلي الياس الفخفاخ، ايضا مهدي بن غربيه عند احياء تونس هو رئيس الحكومه الجديد، هشام المشيشي بخلاف الجوقه اللي دايرين بهم هم يهديكم يهديكم يهديكم. احنا قداش عندنا هوني في 6-9 ما سلمناش على بعضنا الصباح. ايبا جامي، لا بالعكس، هي اول حاجه تعملها خوله وتعملها مجدولين، يعقموا لنا الميكروويت ويعقموا لنا وجيل مشكوره كريمه ديما موجود بحذانا. لا فريمون بالحق، عندنا شهرين مع بعضنا تو ما بوسناش. لا كنا نسلموا على بعضنا الجمعه الاولى وبعد قفينا من مي جويي ما عادش نسلموا على بعضنا. اكزاكتومون. يلا يلا ردوا بالكم على ارواحكم، ردوا بالكم على صحة
صحتكم، ردوا بالكم على صغيراتكم وعلى بلادكم، راهو هذايا الكل انتم ما تعيشوا فيه في خير البلاد هذية، وصغيراتكم نهار اخر ان شاء الله. دونك شويه وعي ما فيها باس.